خد احمد الكاس فاول من رقم 5 عبد الواحد، وضربه حره مباشره ولعبه حلوه. ولا زلت بقول برضو ان احمد الكاس بيشيلها كويس. شايف انا صبري جاي، هنشوف مين اللي هيلعبها. اسماعيل بيكلم صبري وسابها احمد الكاس، وصبري بيلف كور برضو كويسه، وجنبه اسماعيل. هيلعبوها ازاي؟ لعبها لاسماعيل بيلفها، يلفها جول جول جول. اشرف قاسم جول جول، اشرف قاسم جول، يحط الجول الاول لنادي الزمالك من كوره حلوه قوي قوي قوي، ملعوبه من اسماعيل لصبري، وصبري يلعبها. واو، هو كان عاوز يلعبها في المقص اللي هناك، انما تروح الكوره لايمن، هو هنشوفها مره ثانيه، هو عاوز يلفها، لفها وتتلعب حلوه قوي. ليه في باك هنا اللي مره واحده دفع مصطفى الفلتي رقم 4 مكان جمال، دي رقم 15، وطلع مصطفى بيدان رقم 13 ونزل مكانه ابراهيم عزه، وده لاعب من الجزائر محترف عنده. زي ما سمعتم المذيع الداخلي استاد اسكندريه نبيل عبد المنعم. بتلعب الكوره ومولاي بدماغه، كاس بيلينا نفسه فوق، جول 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 احمد الكاس. ودي ميزه اللعيب الحريف اللي هو مجهوده انما انتاجه لعيب كويس قوي قوي. احمد الكاس اصطاد كوره وعمل نفسه حشوت ورقص وحطها على شمال الصغير عبد الاله، وبيرقص الرقصه بتاعته اللي رقصها السنه اللي فاتت في استاد اسكندريه هنا في الصيف اهو. شوف بقى اللعيب الحريف واللعيب اللي فاهم عامل نفسه حشوت ولمه ولعبها في الزاويه